وأعظم محرك ينبغي أن يلاحظه طالب العلم في سوق نفسه إليه أمران اثنان: أحدهما النظر في فضائل العلم، فإن من نظر في فضائل العلم مرة بعد مرة تحركت همته إلى طلبه، فإنه إذا وقف على ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا من الذكر الجميل وفي الآخرة من الثواب الجزيل طمعت نفسه إلى أن يكون من جملتهم. وثانيهما أن يدمن النظر في سير الماضين من أهل العلم وحملته، فإن المرء إذا أدمن النظر في سير أولئك القوم وأوقف نفسه على جهادهم في طلب العلم تحركت نفسه للاقتداء بهم، فإن المحب للصالحين تحركه سيرهم إلى أن يشابههم فيما كانوا يفعلون، ويهون عليه هذا الأمر ما يجده من غربة بين الخلق، فإن المرء إذا افتقد أقرانا يشاركونه الصنعة التي يحترف فيها تغيرت نفسه وانقبض خاطره، فإذا طالع حال من سبق ممن يشاركه صناعة العلم قوى ذلك نفسه. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا رأيت غربتك في الطريق فانظر إلى السابقين من الأنبياء والعلماء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، انتهى كلامه. فإن المرء إذا نظر بعين البصيرة إلى أحوالهم ومقاماتهم وما كانوا عليه هانت عليه الغربة التي يجدها في الدنيا، لأن المتشبه بالكرام على فلاح، كما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا.